يا ترك يا للشيخ دخلت الرذيلة والمجون والصابر الله ينصره والراضي الله يلعنه أفسدت ما لا يفسد الشيطان في خمسة قرون وحققت ما لا حققه عند العقيدة في سنة ترفيهك المنحط خلى الناس منا يسخرون وضحك علينا اللي من أول نسخر ونضحك منه حسبي عليك الله تفسد والجنود يحاربون ونقول نبغى النصر غير النصر لا تنشد عنه أربع سنين يحاربون ويذبحون ويذبحون وهم يبون الأدعى وانتم ادعاكم دندنة ما عاد ندري من حارب يوم كثر النبعون الحوثي أو صهيون ولا إيران ولا العلمنة والعلمنة شر اليوم انه تغلغل في البطون ما له علاج إلا تبيد البطن ولا تدمنه يا خادم البيتين حنا في الوطن مستهدفون مثل ما قاله نايف الله في الجنان يسكنه إما تمسكنا بدين الله وفتحنا العيون رحنا طعام جحوش للعدوان وهروج السنه.